مسك ايده وكان عايز يوقفه بالعافية علشان يتصور معاه، قام قال له ازاي تعمل كده، وهوب راح مزعقله وصوته عالي عليه، والحفلة كانت هتبوظ وتقلب بخناقة، بس ربنا ستر وعدت على خير. ده اللي حصل قبل ما المطرب تامر عاشور يطلع على المسرح ويعمل الحفلة بتاعته في العلمين، واللي حضرها كمان جمهور كبير جدا. تامر عاشور استغرب من اللي حصل من المعجب ووقف يزعق معاه، وكان الموضوع هيتطور فعلا، ولولا الامن اتدخل وفضوا الاشتباك كان ممكن الامور تتطور وتامر عاشور ما يطلعش المسرح ويغني. والناس بتسأل ايه كواليس اللي حصل بالظبط، مستغربين كمان من كمية الصور المنتشرة عن الخناقة دي، وبيقولوا ازاي تامر عاشور يعمل كده ومين المعجب ده. في الفيديو اللي معايا ده هقول لكم ليه الامور كانت هتتطور وتتحول كمان لخناقة، هتعرفوا كمان مفاجآت عن اللي حصل قبل حفل تامر عاشور في العلمين، وليه تامر كان هيبهدل المعجب ده، وازاي الامن تدخل وفضوا الاشتباك. في جمهور كده ما يصدق يشوف النجم اللي بيحبه ويبقى عاوز ياخد صورة معاه للذكرى، أو حتى يفرجها لصحابه أو ينشرها على السوشيال ميديا، وفي جمهور بيحضر الحفلات مخصوص علشان صورة زي كده. بسبب كده في فنانين كتير بيتعرضوا لمواقف مش حلوة مع الجمهور، وأوقات بسبب الزحمة والاستعجال الأمور بتكون مش لطيفة، وده اللي حصل مع تامر عاشور في حفلته في العلمين. ما قدرش يمسك أعصابه وكانت الأمور هتفلت منه أكتر، بس الليلة اتلمت. واضح إن تامر عاشور كان متأخر شوية على الحفلة بتاعته اللي عملها في الساحل الشمالي، وعلشان كان مستعجل ان هو يطلع على المسرح بعد ما كل حاجة بقت جاهزة وتمام التمام والجمهور مستني. ربنا يرزقه بواحد كده من المعجبين اللي بيحبوه ان هو يوقفه ويعطله دقيقتين تلاتة كمان. تامر كان داخل من المكان اللي هيوصل منه للمسرح والمعجبين واقفين، وفي بينهم وبين المسرح سور حديدي، وطبعا الامن منتشر في المكان، بس تامر وهو ماشي راح معجب موقفه وقال له والنبي يا فنان سيلفي في السريع. وتامر علشان مستعجل ما خدش باله، راح المعجب ده معدي ايده من السور ومسك ايد تامر اللي هو لو اتعفى عليه شوية ممكن يحصل كارثة، وفعلا الموضوع كان هيتحول لخناقة، وتامر عاشور كان هيبهدل المعجب ده علشان استغرب جدا من اللي بيعمله. هو طبعا حاول يمسك نفسه شوية، بس الطبيعي ان رد فعل المعجب ان هو هيبرر موقفه ويحاول يقوله ان كل الحكاية صورة للذكرى، بس لا المعجب اتصور ولا تامر عاشور سكت. بما ان الامن منتشر في المكان الرجال قاموا بدورهم وطلعوا جري على المكان وحاولوا يهدوا الامور، وفي اللي اتدخل علشان يقول للمعجب ان اللي عمله ما يصحش، وبعد الحفلة او حتى في نصها ممكن ياخد صورة عادي، وبعدين هو اساس حضور الحفلة ان هو يستمتع بقى، والصورة جت ما جاتش مش مشكلة. الامن خد تامر عاشور بعد ما الدنيا هديت في ثواني وكملوا معاه لحد ما طلع على المسرح علشان يغني ويعمل حفلته. الصور دي ما كانتش انتشرت وقت الحفلة، ولسه يدوب من ساعات بس كده انتشرت والناس بدأت تعلق عليها وقالوا ان اللي عملوا المعجب ما يصحش يعملوا، ودول الأغلبية، ودفعوا عن تامر عاشور وموقفه وقال انه كان مستعجل ورايح يعمل شغله، ولما حد يعترض طريقه بالشكل ده من حقه ان هو يتصرف زي ما هو عايز ومحدش يقدر يلومه. وكمان بيقولوا ان موقف تامر مظبوط علشان قدر يمسك نفسه كمان، وفي اللي شايف ان تامر كان ممكن يقف وياخد صورة وخلاص، او يقوله بالراحة ان هو عاوز ينجز الحفلة. في نهاية الفيديو بقى قولولنا في التعليقات ايه رأيكم في موقف تامر عاشور وتصرفه من المعجب ده؟